بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة النيلين، كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، قسم نظم المعلومات المكتبات، المستوى الخامس. الاسم عايشة هاشم عمر شمعون. أقدم لكم سيمينار بعنوان OLAP Online Analytical Processing. Today will be compare، يعني في انتهاء المحاضرة بدنا نعرف تعريف عنها واستخداماتها وتطبيقاتها. قبل ما ابدا السيمينار، انه لابد السيمينار يجاوب عن سؤال انه هل في بديل للداتا ماينينج، او هل في حاجه متكامله مع الداتا ماينينج، والفوائد بتاعته اصلا بتاعت الحاجه دي هي شنو. والداتا ماينينج والاو ال اي بي بينشا بيستخدم من كلهم على الداتا وير هاوس. اذا معناته لازم نعرف الداتا وير هاوس وان هي استخدام قاعده بيانات تدعم لها القرار غير قاعده البيانات المستخدمه، وايضا هي انشاء قاعده انشاء المعلومات واستخدام اول بيانات واستخدام الدسمنه بالداتا وير هاوس، ومستودع البيانات يعني مجموعه كم هاي من البيانات التاريخيه انا بجي استخدمها زعني في دعم القرار. كتعريف لها، كتعريف للاو ال اي بي بيستخدموها الناس اللي بيدعم لهم تصميم بتاع الابلكيشن ديزايننج، بيانات تطبيقية خاصة بعملية الانترنت اللي عملية التحليل، وايضا تنظم لهم المالتي ديمينيشن للمتعددة الابعاد، وتديهم اليات للوصول للمحتوى وغيره. قلنا ايضا او ال اي بي انها يمكن ان تستخدم مع التعدين، قلنا لكن تختلف في مفهوم التعدين. يهدف الى اثبات فرضيات معينه، يجب ان كل يعني يجب ان يسال عن اسئله محدده ونجيب عنها، ويعمل على ايجاد الفرضيات المختلفه. كونسبشوال داتا موديل للاو ال اي بي، ان الهدف بتاعه بدينا دائما يعمل لنا الدعم للسبورت كويري الخاصه بمنو الخاصه بايه البيزنس اناليسيس. كاوبريشن عندنا او ال اي بي اوبريشن خاصه بان داتابيس مختلفه، ومثلا داتابيس كوب وازو داتابيس وعمليات المعاملات بيناتهم، وعندنا هنا ايضا العلاقات ما بين الداتابيس المختلفه وطريقه التخصيص للداتابيس. كOLAP fast analysis عندنا هنا معروف انه مثلا على الخط المباشر ما اكيد لا وجود للاوراق، في الاناليتيكال اكيد عندنا انماط مختلفه، وعندنا في البروسيسنج دائما بنتعامل مع البيانات الاساسيه، بما ان البيانات عشان نتعالج تحصل لها المعلومات ونصل الى المعرفه. احتاج للOLAP لما اكون داير افكر في حاجات متعدده، مثلا اعمل تحليل لبرانش لفروع لمنتجات لاعمال وغيره، عندنا type of values we can handle البيانات القيم بتاعت الأنواع اللي بيستخدمها شنو، إذا كانت ربح والخسارة والتكلفة، how many level can we handle أيضا المستويات اللي أنا ممكن أتعامل معها، مثلا العدد بتاع البرودكت كان عدد المبيعات أو المنتجات اللي أنا ممكن أعمل لها عملية التحليل. في الشكل بتاعه في المؤسسة بتاعنا قلنا عندنا 3 layers معروفة كما ظهر في الرسمة، عندنا data collection والcleansing data distribution، هنا في عملية بتاع التوزيع، عندنا هنا ده الخاص بالسيرفر والخاص بالwarehouse data warehouse. يلا الخاص OLAP server ده بيعمل لنا عملية بتاع الإعداد البيانات بتاعته، ويعمل يعني هنا في synchronization بين الاثنين بين الجهازين، تضامن بيناتهم. في الاولى الداتا كولكشن انه او ال اي بي، لاحظنا هنا او ال تي بي جت عمليه التي بي او ترانزاكشن، العمليات الترانزاكشن دي اصلا الناتجه هو اللي بيتعامل معه او ال اي بي. اختلافه معناته شنو او ال تي بي من او ال اي بي، انه التي بي بيتعامل لنا مع القراءات مع الترانزاكشن، اذا كان عمليات قراءه او كتابه او فقط قراءه او غيره فقط او كتابه، لكن او ال اي بي يتعامل مع القراءه فقط مختلف لها، لكن الـ OLAP يستخدم لها الناتج بتاع التي بي. استخدام أيضا للـ Use of OLAP عندنا الـ Department الأقسام الخاصة بالفاينانس والماركتين والسيلز والمانيفاكشن تصنيع ومبيعات وغيرها، وعندنا في القدرات التحليلية يستخدموا المحللون والإداريون، يستخدم لإدارة المبيعات والربح والخسارة وصافي الإنتاجية وغيرها. الفانكشناليتي أو الوظائف بتاعت التولز اللغات الخاصة بالOLAP يدعم لنا decision support from the end to the for data warehouse. هنا الدعم بتاع الدعم الأمام أو الدعم الأمامي، هنا بيفهم إنه حاجة مستقبلية ودي حاجة مهمة، إنه في تنبؤ للحاجات المستقبلية، ويدينا برضو إحصاءات متقدمة، ويدينا المهلية، ويدينا برضو يحسب لنا عملية تحليل، ويدعم لنا أو يقدم لنا tools خاصة للأكسس، لكن لشنو؟ لجزئين، يا إما أنا أصل لريليشن داتابيس طبعات العلاقية، أو أدوات أنا أصل لشنو؟ لإدارة بتاعة المتعددة الأبعاد، دي حاجة مهمة جدا للأوراق. مع تعدد المعلومات أكيد في وجود الحوجة إلى الديستربيوتد داتابيس سيستم، الداتا المتعددة المتعددة الأجزاء المتعددة المصادر، عشان أنا أقدر أعمل بينهم إنتجريشن تكامل بيناتهم حتى نجي للـ OLAP. كأركتكتر أو كمعيارية عندنا الريليشنال
RLA دي بيستخدم لنا العلاقات او ريليشن او اكستند ريليشن داتابيس مان سيستم ده اعتمادا على شنو؟ على المدير قاعده البيانات للبيانات المخزنه اند مانج يدير لنا الوير هاوس اند داتا بي ميدل وير انكلودنج يعني هي بيضمن لنا اوبتمايز للباكيج الخاصه بها والتطبيقات وغيره. المالتي ناشونال او البي دي المتعدده الابعاد عندنا الاسبيرتري المواصفات الخاصه بكده والبيز مالتي ناشونال هيستوري ومعنى التخزين وغيره. الهايبريد او الاي بي ده عمليات الهجين عندها مميزات بتاعتنا سريعه فليكسبل او مرنه لو ليفل ايضا وريليشنال. الاسبيشلايزد اس كيو ال سيرفر دي هنا الخاصه بعمليه يعني دي خاصه بتدينا مثلا دعم او سبورت للاس كيو ال كويريز على هذا الاستعلام الخاصه بالاس كيو ال كويريز. بالنسبه للريفرنس الخاصه بذلك السيمينار عندنا ميكسد اوف اذر ريسورس يعني ما عندنا مصدر محدد انا منتقاها من عدد من السلايدات الخاصه بالباوربوينت خاصه بالاو خاصه بالداتا مايننج والاو ال اي بي وغيرها. ثانك يو للاستماع. شكرا.